الفوز اللي خلانا احنا كلنا المغاربه فرحانين وخدينا واحد انتصار وواحد الفوز وكنستحقوه بالمجهودات ديالنا. والحمد لله المغاربه الاسود الاطلس غادي نبقاو ديما اسود الاطلس وغادي نجيبوا الكاس ان شاء الله الكاس العالم وغادي نفرحوا احنا جميل كيف ما كتشوفوا دابا خارجين صغار وكبار رجال كبار عيالات دراري دريات كل شيء خارج كيشجع بلادو باش تعرفوا الروح المواطنه الروح المواطنه والروح ديال المغرب ديالنا في قلبنا وفي دمنا. تبارك الله جاني مستوى ديال المنتخب المغربي جاني تبارك الله واحد المستوى اللي زوين بزاف وان شاء الله نربحوا البرتغال تبارك الله مستوى جيد بزاف. ديما المغرب فوتبول افريكان سي لافريكي جاي الو ماروكا جاي الافريكا جاي انا موسى ديما المغرب ديما المغرب فيف لافريك فيف لاماروك فيف لافريك فيف لاماروك. كنوجه لهاد الفوز ديالنا الدول العربيه كنمثلوها والحمد لله على هاد الارباح ما حققناش من مده زمن قديم وقال لك العرب سيفعلونها. داروا لنا ان تري تري بون ماتش وان شاء الله لو غيست يكون بلو 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 نو روندر بلو فيير ان شاء الله. بيان سور اون افي توت كونفيونس بلي ان شاء الله غادي كنا غنديروا ان بون سكور. Heureusement qu'on a une bonne équipe, on a un bon gardien, Alhamdoulilah, qui nous a rendu très 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 fiers. Comme vous voyez, tout le monde est heureux, tout le monde est fier de notre équipe. Inch'Allah, on va faire le succès. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.